أنا موافق على كلامك يا أستاذ نيل، بس بدي تأخذ والدك كمثال. أنت بتعرفه منيح، السيد أربندام رح يسمح لحفيده يقابل هيك بنت جاية من سونجاشي برأيك؟ ويصيروا رفقات كمان؟ أو يخليها تقعد جنبه؟ ماما، اليوم هو أسعد يوم بحياتي كلها. أنا كل عمري بحلم روح مدرسة مثل هاي القرار لحالي. واليوم تحقق حلمي. أنا كمان حلمي. خاضع للمجلس هون. يعني إذا أخذت موافقة من والدك مشان هي القصة، شكرا امي افتحي عيونك. بابا آسف، كل هاد صار بسببي. انا ضليتني دور امي لداخل. غريب كتير يا عشان، يعني عن جد لسه ما إلك فترة طويلة واصل ومرضتني فيديتا، بس قلي كيف؟ دكتورة طنيني عنها. ما بعرف كيف بدي قلك ياها. يا دكتورة يلا قولي، قولي شو ما كان، لا تضلي ساكتة. شو المشكلة دكتورة؟ الموضوع كتير كبير يا أستاذ، هي معجزة. معجزة؟ المدام مازومدار حامل. متأكدة دكتورة؟ متأكدة 100% يا أستاذ. عن جد غريب، جربنا كل العلاجات الممكنة وبالأخير أنت حصلت على ولد بالتبني ليكو قدامك، بس هي ربنا عمل معجزة، وأخيراً المدام مازومدار حامل بطفلك الأول. بس في شغلة، انتبه إنه ما تتعرض لأي ضغط. يلا أنا بستأذن. نيل، وصل الدكتور على الباب. شكراً. مبروك يا ابني، ألف مبروك. إنه يجي متأخر أحسن من إنه ما يجي.